تتواصل المواجهات اليومية بين الفلسطينيين والمستوطنين المدعومين من القوات الإسرائيلية في أراضي وحقول الضفة الغربية المحتلة، وقد صعد الناشطون الفلسطينيون والأجانب من تحركاتهم إثر وفاة المعتقل عرفات جرادات 30 عاماً في أحد السجون الإسرائيلية في ظروف لم تحدد بعد. جرادات الذي اعتقل من منزله قبل أيام هو جريح سابق بالرصاص الإسرائيلي المطاطي مرتين، الثانية كانت في بطنه خلال مشاركته بالاحتجاجات في الحقول. ويتهم أهله سلطات السجون بقتله داخل المعتقل. أنا بالنسبة لي بحمل المسؤولية الكاملة المتكاملة لا ضباط وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية. أخذوه قبل 5 أيام، قبل 6 أيام طبعا من البيت، ولما من خلال ما قال ودع أولادك فهمت المغزى إن في تصفية لعرفات. الضفة الغربية تشهد مقاومة مدنية متصاعدة، زاد من نموها إضراب عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عن الطعام، ولعل مقتل جرادات قد زاد الطين بلة. يعني رواية مصلحة السجون يعني على الأرجح أنها رواية كاذبة، الأمر الذي يستدعي تحقيقا حياديا، وسنعمل خلال هذه الليلة على أن يكون هناك يعني طبيب فلسطيني يشارك في عملية التشريح حتى لا تصادق مؤسسة طبية إسرائيلية على الرواية الكاذبة. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن 7 معتقلين انضموا إلى زملائهم وأعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبين بإطلاق سراحهم أو بتحويلهم إلى محاكم عادلة.